If you're looking for that heat, اليوم عندنا فوتو شوت وذ سوبر ستار ماي ميوز شيلا سبت مع ميك اب ارتست ذا ماستر محمد الحداد اند ذا اميزنج هير ستايلست مشعل السعودي. الكونسبت مال ذس فوتو شوت از انسبايرد باي ا ماجازين كفر شفته انا من فتره 7 ييرز يمكن. كان في الشخص نفسه مصور نفسه ات ذا مومنت ومطلع له صوره 10 ييرز اجو ومركبهم مع بعض. شيلا سبت كانت هي الخيار الأنسب والأفضل وأول اسم أصلاً ترشح لما كنا نتكلم في التليفون يعني أنا ومحمد الحداد بحكم أن شيلا يعني وايد أوفر جميلة فنبي نشوف شنو بتصير after 30 years وهي ملامح ويها حسب كلام محمد الحداد صح كلامك محمد الحداد ملامح ويها تساعد صح؟ صح كلامك محمد الحداد ملامح ويها تساعد صح؟ ملامح وي محمد الحداد تساعد ملامح وي شيلا سبت محمد الحداد يقول انها تساعد فشفنا انها هي الخيار الانسب I think it's going on really good هاي فوتو سيشن اليوم مع فيفيد في استوديو فيفيد حاليا سوينا مكياج جميل مع محمد الحداد وشعري مشعل السعدون وفي صور جميله وفوتو سيشن يعني والفكره نار حلوه خططوا عليها وقالوا لي عنها وانا وايد عجبتني الفكرة ومتحمسة اصور لحمة صورنا بس حمسة لا مو اول مرة وايد طبعا انا من زمان مع فيفيد يعني من زمان قبل لا امثل حتى وفيفيد كان دايما يعني اكثر حتى من 7 سنوات وهو يصورني دايما وكل مرة نطلع بلوك جديد وكل مره اللوك يعني لازم يسوي شيء ضجه كذي يعني ما في لوك يمر مرور الكرام لا والله دائما اكشن من اول ما هي الاستديو والوضع في اكشنات 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 ويا بلي فوق السطح رحنا صورنا فوق السطح بقينا نطيح من فوق لتحت علقوني والرياضه خلوني اركض يوم ويكند قدام الناس في الشمس وبعد شنو وايد والله وايد اي والفانزات يسلمون واحنا نصور ومره بالخيل الخيل وقف الخيل وقف طلع مال زينه مو مال شو اسمه ركبوني على خيل مو شو اسمه مو مال هذه طبعا يمثلني انا ابشر روحي لما اكبر بس اكيد يعني انا ما راح اخلي نفسي اصير عيوزة مو حلوة يعني بالعكس يعني كل عمر له جماله ولا حلاوته ويعني أنا متأكدة إن كل مرحلة عمرية مر فيها أنا راح أكون أجمل وأجمل وأجمل كل ثقة الإضاءة راح تكون very simple flat بكل مكان لأن المين purpose مالنا الصورة is the picture وقعدتهم والفاينل If you're looking for that heat